الفكره كانت من خلال الانترنت. برنس انس هو فنان عايش بامريكا وايضا من الاصدقاء ومن المحبين، وتناقشنا في الفكره ولقينا ان الظروف سامحه وسانحه انه ننفذوها، والحمد لله يعني لقات واحد النجاح وصورنا في واحد الظروف جيده بزاف بزاف، وفريمون يعني الحمد لله توفقنا في هذا الفيديو كليب اللي صورني يلا حبيبي. غير الظروف كانت سامحه يعني ممكن الامكانيات والليكيب وستاف، لانه الكليب كيطلب بعض التقنيات وبعض الاشياء اللي هي جدا يعني قويه ماديا ولا معنويا، فممكن الظروف اللي كانت متاحه في امريكا خلتنا انه نصور الفيديو كليب بنيويورك.